ملامح أزمة إنسانية تلوح بالأفق ومخاوف من حدوث تكدس للحجاج اليمنيين خلال الأيام القليلة القادمة في منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية. مخاوف أوجدها عدم التزام شركات الحج بالمواعيد المحددة لتفويج أكثر من 24 ألف يمني هم قوام من سمح لهم بأداء فريضة الحج للأراضي المقدسة هذا العام. كنا منتظرين أن يعني يوصلنا 4310 حاج، إلا أنه إلى هذه اللحظة لم يتم إلا دخول 2335 حاج. الآن المنفذ السعودي فاضي، لا توجد باصات، نتواصل مع الأخوان في العبر، لا توجد باصات. أين الخلل؟ الخلل يكمن عند وكالات الأوقاف، وكالات وزارة الأوقاف. حالة الإرباك هذا وغياب مندوبي وزارة الأوقاف كجهة إشرافية وتنظيمية دفع بجهات حكومية إلى تحميلها مسؤولية حدوث أي ازدحام للحجاج في المنفذ هذا العام. الوكالات تؤخر عملية تفويج الحجاج لقرض في نفس الوكالات، والكل يفهم هذا الكلام. عرقلة موضوع الحجاج وصولهم إلى المدينة سيتطلب حق السكن مبكر، وهذا يترتب عليه ورمالية، وهذا سبب التأخير. نحن في الهيئة العامة لتنظيم النقل وإدارة منفذ الوديعة نحمل وزارة الأوقاف المسؤولية كاملة في هذه الموضوع، كونها لم تلزم أو تتخذ إجراءات على هذه الوكالات التي لم تلزم. ومع انقضاء اليوم الخامس على بدء عمليات تفويج الحجيج اليمني، تشير إحصائيات منفذ الوديعة إلى أن نسبة تقاعس شركات الحج عن الالتزام بمواعيدها خلال تلك الأيام تجاوزت 50%، وهو ما يلوح بحدوث أزمة تكدس للحجاج في المنفذ شبيهة بتلك التي شهدها العام الماضي. على الرغم من الأحاديث المتكررة لمسؤولي وزارة الأوقاف عن قضائهم الأشهر الأخيرة في الإعداد لتسهيل تفويج الحجاج اليمنيين لهذا العام، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى عدم فاعلية هذا الإعداد وغياب أي غرفة عمليات تابعة للوزارة في المنفذ تعمل على معالجة أي مشكلة قد تعكر صفو تفويج ضيوف الرحمن لهذا العام. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من منفذ الوديعة الحدود اليمنية السعودية.